بعد أن قام النظام باعتقال معظم المعلمين اعتقالات تعسفية، قام معظم المدرسين بعدم الذهاب إلى مناطق النظام، مما أدى إلى فصلهم من الوظيفة وقطع رواتب معظم المدرسين في المناطق المحررة. قام بعض المدرسين بإنشاء مدارس حرة والتعليم في المدارس التعليم الحر كمتطوعين بدون أي رواتب لمدة تجاوز 3 سنين. ولحد الآن معظم المدرسين يعملون في التعليم الحر بدون أي راتب وبدون أي جهة داعمة، سواء من أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو أي منظمة تابعة للائتلاف. لم نستطع الذهاب إلى محافظة درعا لإحضار رواتبنا عند النظام، والآن نعمل مدرسين متطوعين في مدارس التعليم الحر التابع للائتلاف ووزارة التربية، عمل طوعي مجاني منذ ما يقارب 3 سنوات.